السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم طريقة تفصيل وخياطة البوديات اللي مطلوبين بكثرة في هذه الفترة هذه، واللي بغاو يديروهم كمشروع غادي نشارك معكم الطي ستوندار. اذا هنا كيف ما كتشوفوا عندنا التوب ديال الكوتي اولا ديال الصوف، المهم كتقولوا لهم الكوتي باش يعرفوه. هذا عندي هنايا متر ديال التوب على عرض كيكون فرولو متر ونصف، يعني متر كيخرج لكم هاد البودي هذا طي ستوندار. هنا كيف ما كتشوفوا تنيت التوب على أربعة باش نفصل البودي ديالي. غادي نجي لهنايا غادي نوضع في الكتف 17 سنتيم فقط، لان التوب ديال الكوتي كيكون كيتمدد، كنديروا قياس يعني اللي يجي لكاع لي طاي. درت 17 سنتيم وغادي ندخلو ب 8 سنتيم ديال العنق، كنزلو من الكتف ب 3 سنتيم وكنرسمو خط الكتف. بعد ما رسمنا خط الكتف في التركيز كذلك غادي نهبطو ب 17 سنتيم نفس القياس اللي درنا في الكتف. وبالنسبه للقياس ديال الصدر غادي نديرو 20 سنتيم زائد سنتيم الخياطه هي 21، كي قلت لكم لان التوب كيكون كيتمدد. وغادي نرسمو الزاويه قائمه باش نرسمو الدوره ديال التركيز ديالنا. غادي نوضعو الطول ديال هاد البودي هذا، غادي نديرو فيه 58. وبالنسبه للعرض كنهبطو بنفس العرض اللي درنا في الصدر اللي هو 20 سنتيم. صافي، وكنصيرو بخط ما بين النقطة ديال العرض من الأسفل وما بين النقطة ديال الصدر بهذا الشكل هذا. غادي ننزلو في العنق ديال الخلف ب 2 سنتيم والعنق ديال الأمام ب 4 سنتيم باش لأننا غادي نديرو الكول شوية طالع. صافي، من بعد غادي نقطعو. من بعد كنحيدو الظهر ديالنا وكننقصو داك 4 سنتيم في العنق ديال الامام. وكندخلو في التركيز ديالنا ب 2 سنتيم من المنتصف. من بعد ندوزو للتفصيل ديال الاكمام. التوب اللي بقى لينا هنا غادي يبقى لينا تقريبا 58 في الطول ديال الكم. غادي نتنيو التوب على 2 ونعاودو نتنيوه على 4 بهذا الشكل هذا. كنجيبو البياسه ديالنا من الفوق، شوفوا معايا، وكنوضعو التركيز بهذا الشكل هذا. الجهه ديال الابط كنوضعوها الفوق والجهه ديال الكتف كنوضعوها في الاسفل، وكنرسمو الدوره ديال الكم ديالنا بكل سهوله لما تحتاجوا انكم تعاودوا تفصلوا الكم بوحديتو. كنوضعو الطول ديال الكم العرض ديالكم كنديرو فيه 10 سنتيم فقط لانك كتعرفوا الصوف كيتمدد. وكنرسمو الكم ديالنا. في الخياطة كنبداو بالكتفين، كنوضعو الظهر على الأمام، الوجه على الوجه، وكنخيطو الكتفين ديالنا. وكيف كنقول لكم دائما حاولوا أنكم ما تجبدوش التوب ديال هاد التوب بحال هاد النوع هذا لأنه كيكون حساس، يعني إلا جبدتو غيجيكم فيه تموجات. صافي، خيطنا الكتفين. من بعد غادي ندوزو للتركيب ديال الكم. كنفتحو البياسة ديالنا وكنجيبو الكم، كنبداو الخياطه من واحد الجهه للجهه الثانيه.
كنحاولوا نقادوا الكم ديالنا بلا ما انكم تجبدوه، يعني عادي. وكننصحكم بزاف تستعملوا هاد الدواسه ديال البلاستيك، كتعاون بزاف. بالنسبه للثمن ديال هاد التوب هذا فهو كيدير 25 درهم للمتر، يعني 25 درهم غادي تقدر تخيط لكم بياسه واحده، وانتم ممكن تبيعوه ب 50 درهم، يعني راه ما غاديش غير مكلف ومربح كذلك. غادي نجمعوا دابا البياسه ديالنا من الجوانب، كنبداو بالاكمام وحنا نازلين كنقادوا الخياطه ديال التركيز. كي قلت لكم هاد التوب هذا راه موجود ديال الكوتي، اي محل كيبيع لوازم عفوا الاثواب الخياطه بالمتر، يعني غادي تلقاو عنده هاد التوب ديال الكوتي. وبالنسبه للناس اللي قريبه ليهم يعني سلا يمشيوا لسلا، راه كاين واحد الحي كبير بزاف فيه يعني غير الاثواب وكاع انواع الاثواب، انواع الاثواب اللي يطيحوا لكم على البال سمحوا لي، غادي تلقاوهم هنا عندنا. غنخدموا الكول ديالنا، عندنا في العرض ديالو 7 سنتيم، والطول ديالو هو الدوره ديال الرقبه، الامام زائد الخلف. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخيطوا، شوفوا معايا كنديروا داك الخياطه مع الخياطه ديال الكتيف، وكنثبتوها بواحد البانكه، وكناخذوا المنتصف ديال الكول للجهه الثانيه وكنثبتوه كذلك بواحد البانكه صافي. وكنبداو الخياطه ديال الكول ديالنا، هنا من بعد ما خيطته ممكن تخليه بحال هكا يعني طويل، وديروا غير عطفه من الفوق. انا بغيته شويه يكون نازل، ما كيعجبنيش يكون طالع بزاف، داكشي علاش غادي نعاود نثني على اثنان وغادي نعاود نخيط باش يجيني الكول مدوبل. ومن بعد داك الخياطه غادي ندوز ليها السرجي وغادي ندوزها للبياسه كامله باش تجيني مفينيه. صافي كتجي البياسه ديالنا بحال هكا. دابا غادي ندوز ليها السرجي كي قلت لكم من الداخل والاكمام كذلك صافي. من بعد ما دوزت السرجي شوفوا معايا كيفاش كتجي، دوزت حتى الاكمام والبياسه من الاسفل. دابا غادي نثني هنايا العطفه ديال الكم ديالنا، كنثنيها وكنحاول ما نجبدش، واخا هي غادي تجبد لكم شويه ولكن نتوما حاولوا. وغادي نوريكم في الاخير واحد لاسيوس باش الا تجبدوا لكم الاكمام كيفاش تردوهم يعني كيف ما كانوا، ما يبقاوش هكا واسعين صافي. كيجيو شوفوا معايا ما جاش الديفو بزاف، ولكن الا جاكم كتبقاو تجبدوهم بحال هكا صافي وكيرجعوا كيف ما كانوا. وبطبيعه الحال ملي غادي تحددوا البياسه فهي غادي تجيكم ترجع لكم كيف ما كانت. نفس الطريقه كنديروا العطفه البودي من الاسفل ولكم الثاني. شوفوا معايا الكول كيفاش كيجي فاش كيتلبس، صراحه في اللبس يعني على الجسم كيجي احسن يعني معنا المانكان. هنا شوفوا معايا الكميمات كيفاش كيجيو، الطريقه ديال جد سهله وبسيطه، ممكن ديروها كمشروع، يعني راه مربح جدا جدا. كي قلت لكم الثمن ديالو ديال البيع 50 درهم، وبزاف البنات شفتهم في الانستغرام كيخدموهم بالالوان. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.